ساعات مشاعرنا تجاه حد أذانا ما بتعملش أي حاجة غير إنها بتأذينا أكتر. الغضب والأوفر ثينكينج والكراهية اللي بحسها تجاه الشخص اللي أذاني مش بتأثر على أي حد غيري، وللأسف دي كونكلوجن أنا وصلت لها متأخر شوية، بس اشتقيت سكي، خاصة بقى لو الطرف التاني مش حاسس انه اذاني ولا حاسس بالذنب اصلا ولا فكر هو عمل ايه، مع ان انا ممكن اكون اتأثرت بالحاجة دي لشهور وسنين واخدت مني مجهود جبار عشان اعرف اتخطاها او اصلا مش عارفة اتخطاها. اني اسامح حد اذاني دي مش حاجة سهلة خالص، واني اسامح حد اذاني مش معناه ان العلاقة دي لازم ترجع، ولكن المعنى الحقيقي للتسامح ان انا اقدر اتخلى عن مشاعر الغضب اللي انا حساها ناحية الطرف الاخر واتقبل اللي حصل عشان اقدر اموف اون واكون مستريحة اكتر في حياتي. والتسامح ده حاجة بيني وبين نفسي بس، انا ممكن اسامح حد وافضل قطع معاه تماما لان وجوده في حياتي هيسبب لي اذى، ولان اهم حاجة هي سلامتي النفسية، ومش المفروض ان انا افضل ادخل في معارك مستمرة بسبب الشخص ده. وبخلي بالي كويس قوي انه forgiving is not forgetting، ها؟ يعني انا لو سمحت مش هنسى خالص اللي حصل فيا، بس لما هفتكره هيبقى تأثيره عليا اقل من الاول، والخبرة اللي هكتسبها هتخلي الاذى اللي ممكن اتعرض له بعد كده ما يحصلش اصلا. اتعلمت ان انا اسأل نفسي، هو انا ليه اتأثرت بالموقف ده؟ وايه المشاعر اللي انا كنت حاساها ساعتها؟ وايه المشاعر اللي انا حاساها دلوقتي؟ واواجه نفسي بالمشاعر دي واحاول ان انا اتعامل معاها. بسأل نفسي الشخص او المشاعر دي مسيطرة على قد ايه من يومي؟ وهل فعلا الشخص ده يستاهل ان هو ياخد المساحة دي كلها من اليوم بتاعي؟ وعلى الرغم من ان التعاطف مع حد اذاني ممكن تبقى حاجة صعبة شويتين 3-4-5، الا ان الشخص اللي بيعمل كده غالبا بيكون عنده دوافع عشان يعمل التصرف ده، والدوافع دي بتبقى ليه علاقة بيه هو مش بي انا، مشاكل، ضغوطات، تربية نيلة، حاجة بقى ملهاش علاقة بيه خالص. وغالبا لما ببص من المنظور ده ببتدي احس بشفقة على البني ادم ده. طبعا ده مش مبرر خالص للي هو عمله، خلي بالكم في فرق، بس هيخلي اثر الفعل علي اقل شوية من الاول، لان اهم حد لازم اتعاطف معاه هو نفسي، واهم حد لازم اسامحه قبل ما اسامح الطرف التاني هو نفسي، واهم حاجة بدور عليها هي سلامي النفسي، واهم حاجة الطرف التاني لازم يدور عليها انه يشوف له دكتور نفسي، واهم حاجة ان انا اختم معاكم اليوم بنفسي، وبقى اخر حاجة تشوفوها قبل ما تناموا. Good night.